السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. ودلوقتي ميعادنا مع السبب النفسي لمرض الروماتيزم. السبب النفسي لمرض الروماتيزم هو في الحقيقة كذا سبب. أولا هو فقدان الحب، يعني مثلا الزوجة مفتقدة الحب من زوجها، الزوج مثلا مفتقد الحب من زوجته أو من أولاده وهكذا. ده السبب الأولاني. السبب الثاني الانتقام، مثلا حد ظلمني، حد هني، حد قال لي كلمة ضايقتني أو جرحتني، أنا عندي رغبة أنتقم. فده اللي بيأثر وبيجيب مرض الروماتيزم. كمان حاجة هو الشعور بالمرارة المزمنة. أنا بقالي سنين متضايق وزعلان وحزين، الشعور ده بالمرارة والحزن على نفسي سنين، ده كمان سبب من ضمن أسباب أو الأسباب النفسية لمرض الروماتيزم. وكمان الاستياء، أنا متضايق مفيش حاجة عجباني، في ضيق، في يعني توتر كده، في عدم رغبة في التفاهم أو التفاعل مع المحيطين بيا، ده كمان سبب من ضمن أسباب يعني أو الأسباب النفسية لمرض الروماتيزم. شكراً.